احنا كل اهل غزة محتاجين علاج نفسي. وانا بحكي لكم يا جماعة ما تترددوا تروحوا على دكتور نفسي، ما تترددوا ابدا، لانه عن جد هاي الحروب دمرت لنا نفسيتنا على الاخر. انا والله بتكلم وقاعدة برجف، بديش اتذكر ايش، بديش اتذكر الحرب. وفي كمان صارت معانا في يوم تقريبا في اخر ايام الحرب، في اخر يومين فجأة صحيت على ضرب، ضرب يعني قريب منا، قريب البرج اللي ورا بيتنا بالضبط، اسمه برج الاندلس. طلعت اشاعات عليه انه بده ينهدم كله، بده ينقصف كله. انا حكيت خلص بيتنا حيروح. طبعا احنا يعني بينه وبينه كم عمارة بس حكيت أنا هذا البرج اذا انقصف كل حجار حتتطاير علينا، يعني ما فيش مجال. حملنا حالنا ورحنا على دار سيدو، ضلينا نستنى نستنى نستنى. انقصف البرج لسه ما انقصفش، انقصف البرج ما طلعش خبر انه انقصف. رجعنا على البيت تاني لقينا البرج قائم زي ما هو. طيب ليش يعني الحمد لله انه ما انقصف، بس ليش بتحكوا انه مهدد كله؟ ليش كمان الاشاعات اللي صارت تنتشر في الحرب وطلعت الناس من بيوتها، هذه حاجة تانية خالص. يعني كان اكتر اشي ضايقنا الصراحة انه هذه الاشاعات اللي بتطلع الناس من بيوتها وبتخليها تتشرب. في ناس بسبب اطلوعها من البيت بسبب الاشاعات صارت الحرامية تستغل الوضع وتسرق، والله العظيم يا جماعة. فهذا برضو الاشاعات اثرت سلبيا علينا وحتى نفسيا كمان، يعني انه مثلا البرج اللي وراكم بده ينقصف كله. انا دمرت نفسيا، طيب مش حينقصف خلاص، ضلتني مدمرة خلاص. ما انت حكيت لي بده ينقصف، او انت حكيت لي بده ينقصف، ليش رجعتي هيك تحكي؟ اتأكدي من خبرك يا اختي قبل ما تحكيه، قبل ما تطلعيه. وبالاخر طلعت شقة اللي مقصوفة فيه، الشقة الاخيرة فوق. انا اصلا صحيت على ضربتها، ارتعبت، صحيت حكيت اشهد ان لا اله الا الله، ايش اللي انقصف عنا؟ وكمان في مره وانا واقفه على البلكونه قاعده هيك بتطلع عادي، فجاه طف منطقه جنبنا انقصفت، الصاروخ نزل قدامي والمنطقه انقصفت قدامي. انا زي هيك حتى مره كنت كمان بصور لكم ستوري على اليوتيوب، بدي احكي لكم انه نزل فيديو جديد، نزل فيديو ايام هالحرب، فيديو الحرب ايامها نزل. فجاه طف، طبعا غير البيوت اللي تدمرت بسبب الزوارق البحرية. الزوارق البحرية الصراحة صوتها بيخوف أكتر من القصف، صوتها هو صوتها عالي، صوت القصف ما بيوتر. يعني أنا صوت زوارق 2014 والله ما بنساها. إحنا يعني أنا استغربت من حالي كيف حكيت كل هذا الكلام، والله عن جد. عشان انا عارفاكم انتوا اصدقائي، واحنا وانا كتير بحبكم، انتوا كتير بتحبوني وبتتابعوني، فانا واثقه فيكم انكم حتستحملوني وحتستحملوا كلامي وحتقفوا معايا، متاكده يعني. فعشان هيك انا حكيت لكم كل اللي في قلبي وكل اللي صار معنا في الحرب، وبس يعني مش حابه اطول عليكم اكتر من هيك. واحنا هلا يعني حاليا في الوضع الحالي، طبعا سيدي احكي لكم لحظه النصر لما وقف الحرب فجاه. انا كنت مفكرها اشاعات الصراحه، كنت مفكرها اشاعات انه خلاص هتوقف الحرب. احكي معقول هاي الحرب بدها توقف وانا لسه عايشه؟ مستحيل، مش مصدق انه هاي الحرب حتخلص وانا عايشه. صرت طرت من الفرحه، بس بنفس الوقت كنت زعلانه. انا في حرام من صحباتي ناس، في صاحبتي على الاخر بنات خواتها الثلاثه مستشهدين، ويا الله شو احكي لكم يا جماعه، علاقتها ببنات اختها روح، بتعلقين في بعض. كل ما اكلمها بدي اعيط عليها، بدي عيطت وخلصت، اتنهنهت عليها. صاحبتي بكلم فيها تحكي لي يا الله انا ليش ربنا ما اخذني معهم؟ عائلها في مكان تاني، حرام انجنت البنت انجنت، وبنات اختها شو اطفال. البنت هاي اللي اسمها ما بعرف، اعتقد ديما او ريما الافرنجي، لما شفت شهادتها طالعة معدلها للبنت 99.1، ما شاء الله من اوائل المدرسة، استشهدت في الحرب الاخيرة. بحكي يا ربي طب شو ذنبها هاي البنت؟ شو ذنبها انهم هيك يحرموها من فرحة هاي الشهادة الحلوة؟ ليش؟ والله اني لما شفت شهادتها عيطت.
خصوصا انه في من صحباتي كمان بيعرفوها بيحكوا لي البنت ما احسنها وكانت طموحة. طيب يا جماعة انا بحب اشكركم كتير، اللايف عدو صار ربع ساعة وانا خلاص مش قادر احكي لكم اكثر من هيك يعني، بس بدي اكمل لكم لحظة النصر عشان هاي الفرحة الصراحة ما بتضاهيها اي فرحة عن جد. والله فرحة النصر احلى من فرحة نجاح الطالب في توجيهي، اقسم بالله فرحة النصر احلى فرحة والله. بتحسوا حالكم هيك مرفوعين راسكم بس تنتصر دولتكم، بس تنتصر مدينتكم ضد جيش مقاومة. المقاومة يا جماعة يعني كيف افهمكم، ضد جيش كبير مسلح مدجج بالاسلحة والصواريخ واحدث الصواريخ ودعم ضد المقاومة، وبالاخر احنا انتصرنا. هذا اكتر اشي انبسطت عليه، وكل الناس طلعت بتذكر يعني لسه قبل كم يوم شو بتذكر اعلنوا النصر الساعة 2 الفجر 2 في الليل، كل الناس طلعت، صرت انا خلاص انجنيت بدي اطلع بدي امشي بدي اعيش اجواء النصر، بس للاسف اخوتي الصغار كانوا نايمين، صرنا نصحي فيهم ام وخلص انتصرنا خلصت الحرب، مش مصدقين حالنا. احنا يا جماعه مش بس احنا وكل اهل غزه كنا نحشر حالنا في زاويه معينه اللي هي زاويه امن اشي في البيت، اللي هي الزاويه الامنه في البيت. فبس يا جماعه هيك بكون خلص البث، بتمنى يكون عجبكم وشرحت لكم الوضع اللي صار عندنا.